بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في هذه المحاضرة سنتطرق إلى الفصل الثالث، شابتر 3 في دوال الصف الواحد. إحنا طبعا في الفصل الأول تعلمنا كيف نكتب SQL، وفي الفصل الثاني شفنا كيف نعمل SQL Selection، إنه كيف نطلع الرو Restricting للداتا، وعرفنا كيف نستخدم الوير. اليوم ان شاء الله هنتعرف على بعض الدوال اللي بنستخدمهم للصف الواحد. طبعا الاهداف من هذا الفصل هو وصف مختلف انواع الدوال الجاهزه، يعني ايش جاهز احنا مش هنكتب الدوال هذه، استخدام دوال الحروف والارقام والتاريخ في جمله سلكت، وصف استخدام دوال التحويل من نوع بيانات الى اخر. بدايه الدوال هي عباره عن شيء نديله مدخلات وبطلع مخرجات. المدخلات اللي عندنا اما بتبقى نص، تاريخ، رقم، والمخرج نفس الشيء نص، تاريخ، رقم. الدوال بتنقسم لنوعين، دوال متعددة الصفوف تسترجع نتيجة واحدة لكل مجموعة من الصفوف، ودوال الصف الواحد تسترجع نتيجة واحدة لصف واحد. اذا احنا ممكن نبعت مجموعة من الصفوف، ممكن نبعت صف واحد. نبدأ في دوال الصف الواحد. دوال الصف الواحد تعالج عناصر البيانات، تستقبل متغير، ترجع نتيجة واحدة لكل صف، قد تعدل نوع بيانات حقل معين. ممكن أن تتداخل، بمعنى ممكن احتواء دالة على دالة أخرى، بسموها nested function بالإنجليزي. تستقبل متغير ممكن أن يكون عمود أو تعبير. كيف بنكتب الدوال؟ اسم الدالة ولها هذه إيش؟ مدخلات، وبتطلع لنا المخرجات اللي عندنا. نبدأ في دوال الصف الواحد. في عندنا حروف وأرقام وتاريخ وتحويل ودوال عامة. دوال الحروف نبدأ معاهم. أول شيء في دوال بسموها التلاعب بحالة الحروف. يعني إيش تلاعب بحالة الحروف؟ ممكن يبقى الحرف أو الحروف اللي موجودة عندنا في الحقل سمول لتر، أحرف صغيرة، وممكن تبقى كابيتال لتر. فإحنا ممكن نستخدم لور عشان ترجع صغير، أبر ترجع كبير، إنيشال كابيتال ترجع حرف كبير في بداية إيش كل كلمة. دوال التلاعب بالأحرف في عند الكونكات تجمع نصين، اللينث بترجع طول النص، الباد بتكمل لنص من جهة الشمال، رايت بادينج بتكمل لنص من جهة اليمين، تريم بتشيل أحرف، ريبليس بيغير حرف مكان حرف، سبستير بجيب هل موجود السبسترينج هذا موجود في داخله نص معين. هنتدرب عليهم واحدة واحدة. طبعا لو احنا شفنا هذه الدالة وهي النتيجة، لو احنا دخلنا للدالة هذه lower SQL course فبطلع الاوتبوت تبعها، طلع الاس هنا كابيتال صارت ايش سمول، الكورس السي كابيتال صارت سي سمول، الابر النتيجه تبعتها كلها بتطلع كابيتال، انيشال كابيتال بيطلع كل اللي هو الحروف اللي موجوده هنا انه تطلع كابيتال اللي هي الجمله، طلع كيف؟ اس كيو ال كورس طلعت ايش؟ الاس بس كابيتال، يعني بدايه كل جمله اللي بتكون كابيتال لتر. طبعا بالشكل هذا احنا يعني بدنا نشوف كيف ننشئ استعلام يعرض رقم الموظف واسمه ورقم قسمه للموظف الذي اسمه هينجز. فاحنا لو احنا هينجز هنا كانت موجوده بالشكل هذا مش حيلاقيه، لكن فعليا الموظف عندي موجود. فكان علي ان انا اروح اوحد المدخل في الشرط هذا اللي هو اللي يساوي انه يكون التنين اللاست نيم اللي جاي عندي من الداتابيس واللي انا بعت له الشرط يكون نفس حاله الاحرف. فكيف عملنا هذا الشغل؟ رحنا كتبنا lower قبل جملة last name واخذنا هذه lower. نروح نجربها هذه عمليا كيف بنعملها. لو رحنا على ال SQL developer، رحنا على ال HR connection، كتبنا هنا HR موافق، بيقول لي invalid username
ان ايرور ريكوايرد انفاليد يوزر نيم كوز مش عارف ايش. طب نجرب ندخل على اس كيو ال كوماند. ما لقاش اس كيو ال كوماند. اس كيو ال كوماند قلت له كون سيس على ادمن او سيس از سيس دي بي اي كون اتش ار على كونكتد. ده المشكله عندي في الاتش ار اللي موجوده عندي اتش ار. بيعمل لودنج هيك اشتغل عندي، هو كان بده وقت عشان شغلتها قبل شويه. طيب نكتب سيلكت ايش نجيب فيرست نيم وبدنا اللاست نيم والديبارتمنت اي دي فروم امبلويز اللي هو الموظفين جدول عندي تمام وير الامبلوي اي دي او الاول نكتب وير اللاست نيم ايكوال زي ما قلنا كينج. طبعا احنا عارفين انه في عندنا موظفين اثنين اسمهم كينج. قال ليش نو رو سيلكتد يعني ما فيش بيانات رجعت عندك. طب لو انا كتبت هنا لور واخذت هذا لور وحدت هنا برضه قلت له اللي داخل عندك برضه لور لهذا وعملت ايش رن صار يطلع عندي ايش اثنين. اذا هنا معناها انه بغض النظر ايش حتى لو انت حطيت هنا الاي كابيتال والجي كابيتال لانه كلها بتطلع عند لور فبتلاقي البيانات بتيجي لانك بتعرفش المستخدم ايش بده يدخل في الشاشه او باي شكل يدور عليه فانت بتوحد اللي هو اللور لور او عكسها ابر ابر فصار عندي ابر هنا وابر هنا فبجيب لي ايش البيانات. هذا بالنسبه للسلايد اللي بتنشرح هنا. طيب دوال معالجه الاحرف في عندك عده دوال وهي ضرب لك امثله عليهم. كونكات معناها يلصق نصين يعني بصير هالو وورد بصير هالو وورد. سبستير هذا كلمه هالو وورد معناها سبستير انه بده يقص منها فهو بقص من عند واحد لخمسه. كيف واحد لخمسه؟ ببدا يعد السلسلة الأحرف هذه هي واحد هي اثنين ثلاثة أربعة عند أو بقف برجع لك إيه هلو. اللينث طول النص واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة طول النص هذا عشرة. طيب انستير بفحص لي موقع الحرف اللي انت بعته في سلسلة النصوص قال لك هذا موقع رقم ستة. الباد انك لو كان عندي قيمه الراتب طلع 24000 فانا بدي تكون طولها 10 فانا بلصق لها نجم على الليفت وهكذا. رايت باد انه انا بلصق لها نجم على الرايت. بالنسبه للريبليس طلع في عندي جاك اند جو فهو غير حرف الجي ببحث عنه في الكلمات هنا وبغيره بحرف بي ال يعني استبدل الحرف الجي بي ال صارت بلاك اند بلو. الترم بتقص بقول لك شيل حرف الاتش فروم هالو وورد فشال الحرف هذا من بدايه اللي هو الكلام اللي موجود عندنا للنص. هذول واضحين يعني ما علينا الا نمسكهم ونطبقهم على الجهاز واحده واحده عشان نتدرب عليهم. طبعا انا بقول لك مثال لاست نيم جيب لي اللينث تبعه. لو احنا اخذنا الجمله هذه ما عليك الا تكتب كده ونروح نطبقها وين؟ على الاس كيو ال ديفلوبر. طبعا هنا ايش بقول لك؟ امبلوي اي دي. هنا احنا كنا نستخدم كونكات، ذاكرين كونكات هذه؟ كنا نستخدمها زي كده. نشيل هذولا بالشكل هذا ونحط بينهم ايش؟ لو شيفت وجنب حرف الدال كده صارت كونكات. والجوب اي دي لينكت اللاست نيم طوله، انستير اللاست نيم يعني هل هي كونتين ايه؟ نعمل رن له ونشوف ايش بيطلع.
طلع معايا لينث اللاست نيم، هيقول لي انا طوله 6 كونتين اي اللي هي انستير اللاست نيم اي، هل في اي؟ برجع لك موقع الاي في اللاست نيم، فهنا صفر ما فيش. هنا بقول لك الموقع الثاني في اللاست نيم، اللاست نيم هاي اللاست نيم، الموقع الثاني يكون اسمه هال. طبعا لو احنا عملنا هيك كونكات كمان كونكات عشان بدنا نوضح انه يكون في عندي سبيس، شايفين النص اللي احنا زي ما قلنا في الاول هاي الاسم الثاني، في حرف الاي لا، هذا في حرف الاي الموقع الثاني، هذا الموقع الرابع. طيب هنا وير سب ستير الجوب اي دي الاربعة ريب، ايش يعني؟ يعني هات للناس اللي عندهم فيك اللي هو في الجوب اي دي كلمة ايش؟ ريب، اللي هو من الرابع بعد الرابع، يعني 1 2 3 4 5 6 بتكون ايش؟ كلمة ريب. تمام؟ هيك يعني بتكون ان شاء الله الامور واضحة. طبعا الوير هذه انه لازم بشرط بس للناس، طلع احنا لو حطينا كامرو رجع هدول 33، هدول فقط الناس اللي بيشتغلوا فيه اللي هي الجوب اي دي رقم الوظيفة تبعهم بنتهي بكلمة ريب. اتمنى تكونوا فهمتوا هذا الكلام. طبعا انت ممكن تستخدم ايش بدل هذه، تقول حاجه ثانيه يعني زي ما تعلمنا باللايك، تقول له هي وير الجوب اي دي، وتقول له ايه لايك. كيف بنكتب هذه؟ بغض النظر ايش موجود هنا، وانا في كلمه ريب ده في نهايته ريب، شايف نفسها حطيت هنا قال لك عندي 33 ده هذه نفس هذه، هيك وضحت وهيك برضه طريقه ثانيه تكون واضحه. تمام، اللينكس مهمه جدا جدا. نكمل السلايدز مع بعض. طبعا في عندي دوال للارقام، احنا هيك خلصنا دوال الحروف، نجي على دوال الارقام. دوال الارقام في عندي داله اسمها راوند وترانك ومود. الراوند معناها انه بده لخانتين عشريات يعمل تقديم، يعني بتكون 9 من 10 بتصير ايه 1، 8 من 10 بدها تصير تقرب لاقرب عدد صحيح. تمام، العدد الاقرب رقم 10 او صحيح. الترانك تستخدم هذه الداله لتقريب الرقم بحذف بعض المواقع العشريه. مود باقي قسمه رقم على رقم. طيب نجي هنا، اذا عندي 45 9 2 6 بدي يقرب لثاني فاصلة عشرية، وين الثاني؟ بتطلع هنا، بتطلع على اللي جنبها على اليمين. لو كانت اكبر من نص، اكبر من 5 بزود هذه، لو كانت اقل من 5 برجع لك اياها زي ما هي. نيجي لهذه الترنك بقص قبلها، من عند الثاني فاصلة عشرية بقصها بصير 45 و92. بالنسبة لهذه هي قسمة صحيحة اللي هي 16، انت شيل الميات وقول 16 على 3 قديش فيها؟ اللي هي بتطلع يعني عدد اللي 16 على 3 بيطلع 15 وبزيد ايه؟ يعني 3 في 5 15 وبزيد 1، الواحد حطه هنا بيطلع ايه 100. باقي القسمه يعني المودلو باقي القسمه، باقي قسمه 5 على 2 3 ولا 1 1. تمام؟ باقي قسمة 6 على 2 0، يعني انه في باقي قسمة. تمام، هذا ايه بقصد فيها ايه المود، بسموها مودولو فانكشن. تمام، طبعا هاي امثلة للراوند 2 وهذه ناقص 1. ايش يعني ناقص 1 هذه بالنسبة للراوند الثانية؟ انه بيجي لمين؟ لهذه. هذه كانت اكبر من نص ولا اقل من نص؟ لو اكبر من نص بزودها ايه بصير هذه راوند 50 عندنا، اللي هي راوند اللي هي 5، هذا بصير 50 للناقص 1 لانه بزود عليها 5. هذه راوند اللي هو الثانيه لو طلعنا هنا الصفر، الصفر بوقف هنا، بطلع على اليمين بلاقيها 9، التسعه اكبر من النص، اكبر من النص فبزود هنا 1 بصير 46. طيب هذه للاثنين بتصير هنا اللي هو بتطلع على الثلاثه 1 2، بتطلع على الثلاثه، 3 اكبر من 5 لا، اذا اقل من 5، ما دام اقل من 5 ايش بدنا نرجعها زي ما هي. تمام، طبعا هنا فروم الديول، الديول هو عباره عن جدول للعمليات الحسابيه،
نجرب هذا الكلام ونشوف كيف الديوال ايش كيف بنتعامل معه. مسحنا الشاشه سيلكت فروم الديوال، يعني انت ممكن تقول له سيلكت 1 زائد 1 فروم الديوال، رجع لك 1 زائد 1 تطلع 2، لانه اي عمليه حسابيه بدك اياها فروم الديوال. السيلكت فروم الديوال راوند 16.2.2. صارت زي ما هي صفر، حتصير ايه 17. بالشكل هذا احنا عرفنا شو يعني الديوال. عادة الديوال بيستخدموه سيلكت السيس ديت مثلا، سيس ديت عشان تعرف عليها. هذه سيس ديت معناها انه احنا بنجيب تاريخ اليوم من اللي هو مكان جدول فيه العمليات الحسابية والقيم الافتراضية للداتابيس. تمام، لو احنا جبنا هذا السيس ديت فبقول لك اليوم 7/4/2020. وكذلك الترانكيت، الترانك انه بقص بالشكل هذا، انت بتقص من عند من ترانكيت لهذه وترانكيت لهذه عند الاثنين 1 2، فبتطلع ايش عند الاثنين بقص بقص الثلاثه. الترانك لهذه زي ما هي بتصير عند الصفر بياخذها افتراضيا فبصير 45. ترانك للماينس 1، ماينس 1 تعال لهذه الخمسه بشيلها لانه عند الفاصله بتكون صفر، ولما نمشي على الشمال بصير بالناقص وعلى اليمين بنروح بنزيد. طبعا هذا اخذناه في المراحل اللي هو الدراسيه، في مرحله اللي هو التعليم المدرسي، انه كيف نتعامل معاهم. ناقص 1 حيجي عند الخمسه، حيطلع على عند الخمسه وشيلها. طب انا اشيل الخمسه برجع لمين؟ للأربعين. انا بشيل كل الارقام اللي موجوده عندي. تمام، هنا في عندي داله مود اللي هي المودولو باقي قسمه الراتب على 5000، فباقي القسمه زي ما هو برجع، لكن للناس اللي بيشتغلوا سيلز ريب بس. تمام، طبعا هنا في خدمه اس كيو او خادم الاوراكل تخزن يتم تخزين التواريخ بشكل رقمي بصيغه قرن، سنه، شهر، يوم، ساعات، دقائق، ثواني. لا حتى بالاوراكل نفس الشيء، لانه انا حتى في السلايد كاتب اوراكل وماي اس كيو ال. طبعا كيف بنعوض على التاريخ؟ انه دي دي مون ار ار، نشوف كيف ايش معناها هذه قدام. الدي دي معناها يوم، وهذه شهر، وهذه سنه. تمام؟ إذا أنت بدك تحط هيك كتبنا select sys date from dual، رجع لك يوم وشهر وسنة. تمام، select ال higher date، select ال last name فاصلة higher date from employees. بالشكل هذا أنا جبت هاي التواريخ اللي هو للموظفين، تاريخ تعيينهم، وهي اسماء عائلاتهم. تمام، ممكن نحط هنا الفيرست نيم بالشكل هذا، بيرجع لنا سيلكت فيرست غلط. لكن لو انا بدي اقارن وير وقارن تاريخ، باخذ التاريخ هنا بقول له وير الهاير ديت ايكوال بالشكل هذا، التاريخ بيبقى مثلا 17/06/03 او 2003 حيعرفها هو. تمام، حيجيب لك اللي هي اول واحد هذا. شايف بالشكل هذا انت بتقارن بتاريخ، فانت بدك تتعامل مع التاريخ بشكل صحيح. طب افرض انه انت بدك الموظفين اللي توظف فقط في شهر 6 او في سنه معينه او في تاريخ شهري معين 17 الشهر او 15 شهر، هذا بنتعامل معه مع الدوال اللي هو التواريخ. لكن احنا الان نمشي عليهم ستيب باي ستيب. هاي السيس ديت، السيس ديت داله تسترجع التاريخ والوقت الحاليين للسيرفر الموجود على الجهاز او السيرفر اللي موجود عند الداتابيس. تمام، طبعا ايش موجود هنا؟ بقول لك سيس ديت على 7. ايش يعني سيس ديت على 7؟ يعني قسم تاريخ اللي هو اليوم ناقص تاريخ اللي هو الهاير ديت، نجربها ونشوف كيف هذه عليها بشكل عام.
هاي الموظفين. انا ما بديش الهاير ديت، بدي السيس ديت ناقص الهاير ديت، وهذا بنقول از توتال ديز. ايش يعني توتال ديز؟ الايام كلها اللي اشتغلها عند الموظف، هو عباره عن تاريخ اليوم ناقص اليوم اللي تعين فيه. تمام؟ طلع عندي رقم كبير بالشكل هذا، يعني هذا شغال عندي 6139 يوم فاصلة 2، حتى بحسب بالثواني. طب انا بديش اياه زي هيك، انا بدي اياه بصيغة اسابيع. فانا ايش بقسم؟ بقسم هذا على 7، فبقول توتال ايش؟ ويكس. فبصير عندي كم اسبوع اشتغل عندي، لو انت تعامله باسبوع. نقص الرقم، نقص الرقم. انت ممكن ايش تعمل هنا؟ تعمل راوند. راوند هذا تاخذ له ايه؟ عند الصفر مثلا، ما تاخذش ولا فاصلة عشرية. فصار عندي ايه؟ كم اسبوع بالشكل هذا. شايف كيف احنا استفدنا من 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 راوند؟ تمام؟ او ترانكيت. تعمل له ترانك. صار ايه؟ نفس الحاجة، تمام يا اخوان؟ هيك احنا استفدنا منهم. إذا التاريخ عندنا في في ال في الداتا بيس ممكن احنا نطرح منه ونزود عليه. طب ايش السيس ديت؟ السيس ديت بالشكل هذا. طيب لو احنا قلنا احنا بنحط تاريخ معين، قلنا بالشكل هذا 17/6/2004، من بداية 2004، وعملنا ران، ما بزبطش، لانه هو بيعرفش يتعامل مع حاجة حتى لو حطيت 04. ايش بيقول لك هنا؟ inconsistent data type. هذا مش داتا، هذا مش عارف انه التاريخ هذا كيف بيجي، لكن هو فعليا ضمنيا تعامل مع مين؟ مع الهاير ديت او السيس ديت بنفس الداتا تايب. هذا نفس الداتا تايب تبعه، ده ما اخذته في الايه؟ في البرمجه الشيئيه. تمام؟ هنتعامل معها كمان شوي. في عندي دوال موجوده بالسيرفر، في عندي داله اسمها مانث بتوين، بترجع لك عدد الاشهر بين تاريخين. اب مانث بضيف شهر، نيكست داي اليوم التالي من تاريخ محدد، لاست داي اخر يوم في الشهر، راوند اقرب بدايه شهر او سنه او تاريخ معين، ترانكيت نفس الحاجه. يعني انا ممكن اعمل راوند لشهر، يعني لو ان عندي موظف توظف في نص الشهر اعمل له راوند واقبضه شهر كامل. نشوف كيف نستخدمها هذه. طبعا احنا عندنا تاريخين، 1 سبتمبر، سبتمبر يعني 9/95، وعندي 11/1/94. لو انا قلت مانث بتوين برجع لك قديش الاشهر ما بين مين التاريخين هذول. اب مانث عندي 11 جانيوري 94، تمام؟ بدي اضيف طبعا 6 اشهر له، 6 شهور، فجانيوري بصير جولاي بصير شهر 7. نيكست داي 1 سبتمبر 95، وقتيش الجمعة اللي بعدها، يعني أي أقرب جمعة له، فبقول لك 8 سبتمبر. لاست داي اللي هو عندي 1 فبراير 95، آخر يوم بقول 28 الشهر، سنة بسيطة. تمام؟ هدول الدوال احنا ممكن نستفيد منهم في الأسئلة، بس احنا ممكن أهم شيء نتعرف عليهم. راوند لو احنا جبنا السيس دي، طلع السيس دي هاي حيرجع لنا، افترضنا انه 25 جون 2003. طبعا لو احنا السيس دي مانث راوند لمانث، بتطلع المانث اللي عندي اذا كان اقل من 15 شهر بقلب بزيدوش، لكن اكثر من 15 شهر بزيدوا، بصير عندنا 1 اغسطس 1/8. هنا لسنه بتطلع هل شهر 6 هذا ولا اقل من شهر 6، اذا كان اعلى من شهر 6 بيجيب لك السنه الجايه، السنه اللي بعدها من بدايتها، غير هيك بيجيب لك ايه؟ نفس السنه. لمانث لو انت موجود عندك في 25 الشهر، انا بدي اعمل راوند ترانكيت لمانث، فبرجعك لمين؟ لبدايه الشهر. ترانكيت لير برجعك لبدايه ايش؟ السنه. تمام؟ انواع تحويل البيانات، في تحويل البيانات بواسطه المستخدم، في تحويل البيانات بواسطه الخادم، يعني هذا اكسبليسيت
وهذا بسموه امبليسيت، وهذا كونفرجن للداتا تايب او للداتا. في عندي عدة تحويلات، بنحول من نص اللي هو كاركتر لرقم، وبنحول من نص لتاريخ، ومن رقم لكاركتر، ومن ديت لكاركتر. نشوف كيف هذول بنتعامل معاهم كمان شويه بالعملي. طلع كيف هنا في هذه الفانكشنات اللي بتساعدك، وطلع الاسهم بدا كده وبتلف نفس الحاجه، وهذا هيك وبتلف عكس عقارب الساعه ومع عقارب الساعه. اذا تو ديت بتحول من يعني بتحول من ديت لكاركتر تو كاركتر، من كاركتر لديت تو ديت. نبدا من كاركتر لديت بنكتب تو ديت، ومن كاركتر لنمبر تو نمبر، ومن نمبر لكاركتر بنكتب تو كاركتر. نشوف كيف هذه الكلمات بتصير. اذا في عندي تو كاركتر بتحول لمين؟ لمين؟ لا تاريخ معين. يجب وضع علامات اقتباس اللي هي مفرده اللي هي هذه، تمام. يمكن ان تشمل اي تاريخ يكون بشكل صحيح. ممكن وضع الاف ام للتخلص من الاصفار في التاريخ، يتفصل التاريخ عن الشكل بفاصله. نشوف هذه قبل ما ندخل على العملي، نشوف العناصر هذه. بقول لك هنا العناصر اللي بتعمل فورمات للديت، كيف شكل الديت؟ انه ممكن يكون ارقام، ممكن يكون اسم ايه؟ اسم السنه بالحروف. هذا بترجع لك ام بالارقام. مانث برجع لك اسم الشهر كامل. مان برجع لك اول ثلاث حروف من الشهر. دي برجع لك اول ثلاث حروف من مين؟ من اليوم زي الساعه. دي برجع لك الاسم كامل اسم اليوم. دي برجع لك رقم الشهر. نشوف هذول الكلمات ونتعامل معاهم، نجيب المثال هذا ونطبقه واحده واحده وحبه حبه. سلكت اللاست نيم، تمام. تو كاركتر الهاير ديت، انا ما بديش استخدم هذول الاف ام، بستخدمهم بالشكل هذا واكتب بالشكل هذا از هاير ديت فروم املي. طيب نجيب احنا هذه نغير عليها، طبعا نوقفها شويه هيك صارت كومنت ما لهاش قيمه، ونكتب احنا سلكت، تمام، تو كاركتر السيز ديت، ونقول هنا دي دي ماينس ام 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 ماينس واي واي 4 واي. هذه الصيغه المشهوره طبعا هي فروم دي واي. وعملنا رن، طلع ايش اللي جاب لي اياه؟ جاب لي التاريخ الصيغه اللي انا بدي اياها، مع انه لو انا كتبتها سيلكت السيس ديت فروم ديوال طلع كيف الاولانيه، وبدي اوقف الثانيه هذا بدي اشيلها. كيف بجيب لي السيس ديت؟ بجيب لك اياه بشكل زي كده. طب لو انا كتبت هذه نرجع نشوف، كانت هيك السيس ديت واصبحت بالشكل هذا. طيب لو انا كتبت هنا دي واي وعملت ران، اذا اليوم الثلاثاء، شايف كيف؟ طيب لو كتبت دي، طبعا احنا فيش عندنا اختصارات ثلاثاء، الثلاثاء الثلاثاء نفس الحاجه لانها عربي، لكن لو انجليزي اللي جاب لك ثلاث حروف. طب لو انا كتبت هنا مانث قال لي شهر ابريل بالشكل هذا، فبالشكل هذا انت ممكن تتعامل مع الديت اللي انت بدك اياه. طبعا انت ممكن تستخدم ماينس ماينس، ممكن تستخدم اي حاجه، هو بتعرف فقط على اللي هو الرموز اللي انا قلت لك عنهم اللي بعمل عليهم فورمات. حتى بالشكل هذا يعد صحيح، لانه هو بيعوض السيس ديت لكل واحده من هنا، تمام يا اخوان. التو كاركتر انك انت بتحول لكاركترز، نشوف هذا المثال على السريع. بقول لك تو كاركتر السالري بدي انا اكتب كلمه دولار ساين فيه، فانا ممكن احول السالري للشكل هذا، انه اول خانات اخذها الملايين والاف وهكذا. بتحول تو كاركتر ان هذه تونم، بتحول الداله ايه للارقام، بتحولهم لمين؟ لنص. طبعا هنا انه الدوال متداخله، انه احنا عندنا الداله الاولى في الداله الثانيه في الداله الثالثه في الداله الرابعه، بياخذ نتيجه الاولى وبيديها للثانيه. كلام بسيط جدا. طبعا هذا بقول لك كيف ان استخدمنا ابر كونكاديه سب سترينج لاست نيم، اللاست نيم 1 8
يو اس، فبرجع لك كل اللي بيحتوي يو اس، وبروح بضيف لهم مين ابر كيس مع مين مع الكلام هذا مع اللاست نيم، بصير اسمه ابر كيس مع يو اس. ملخص الوحدة انه انت تعرف تعمل عمليات حسابية على البيانات باستخدام مختلف الدوال، استخدام دوال الصف الواحد، استخدام دوال الارقام والتاريخ والتحويل ما بينهم. هذا والله المستعان، واتمنى انه احنا نتدرب على الكلام هذا ونحاول نطبق كل فانكشن عشان نستفيد ان شاء الله، ونراكم في درس اخر، الدرس رقم 4. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.